رمضان الثانية احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. في العام الماضي أجرينا أيضاً مهرجان، وهذا العام نقوم هذه الليلة اختتام هذا المهرجان الثاني لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في كفر كنة. بالحقيقة هناك مشاركة واسعة من جميع أهالي كفر كنة بجميع طوائفها وعائلاتها. نرى البهجة والسرور على وجوه جميع المواطنين في كفر كنة، وهذا هو الهدف من إجراء هذه الاحتفالات، احتفالات من أجل إدخال البهجة والسرور والمحبة وترسيخ المحبة بين أهالي كفر كنة. فعيد الميلاد بالنسبة لنا هو ميلاد المحبة وميلاد التسامح والتآخي، وكم نحن بحاجة في أيامنا هذه إلى بث هذه الروح لدى مجتمعنا العربي الذي تعصف به يعني آفة الجريمة. كل يوم نسمع عن جريمة، نريد أن نعود إلى الماضي، إلى جذور هذه الأمة. نحن شعب نحب السلام، نحب الحياة، ننبذ العنف، ونريد من خلال هذا المهرجان أيضا إرسال رسالة إلى جميع الأهل في كفر كنة بشكل خاص وفي مجتمعنا العربي في الداخل، إنه يجب علينا وقف ومحاصرة قضية الجريمة، وأن نبث المحبة والتسامح والتآخي بين جميع أبناء هذا الشعب. هذا الشعب الذي له أصالة، له تاريخ عريق جدا، يجب أن نعيد هذه الأصالة وهذه العراقة إلى هذا الشعب بأسرع وقت ممكن. المشاركين بالأساس هم من سكان كفر كنة، وأيضا مفتوح ومدعو جميع القرى المجاورة. أتمنى فعلا أن يكون عام مليء بالمحبة ومليء بالفرح، وبعيد كل البعد عن المشاكل وعن الجرائم وعن الأشياء البذيئة. أتمنى الخير لأهل بلدي ولأهل شعبي وللإنسانية كافة، أن نعيش بوئام وسلام ومحبة وتآخي، أن نسامح بعضنا البعض، وأن يحفظ ويحافظ بعضنا على الآخر. احنا عاملينه في القاعة اللي موجودين احنا فيها، اللي هو كان في عنا بعض التغييرات عن السنة الماضية من ناحية البرامج اللي أدخلناها، ومن ناحية الفعاليات إن كان للأطفال وإن كان للكبار بالسن. جبنا مطربين اللي هن إلهن أسماءهن، خلينا نقول في الوسط العربي وفي خارج الوسط العربي، يعني اللي هن معروفين كلياتهن. فكان في عنا السنة مهرجان اللي يشمل كثير من البرامج، من رياض الأطفال حتى كبار السن. نعم، هذا المهرجان الثاني اللي احنا مقوم فيه. في السنة الماضية كمان قمنا في مهرجان اللي كان على الملعب البلدي، تعلمنا من بعض الأمور اللي كان بحاجة انه نغير فيها للأحسن، نقلنا هون على المنتزه اللي موجود هون، منتزه خان الجليل. احنا الحمد لله في عنا تجربة، يعني لما دعا رئيس المجلس انه احنا بدنا نعمل مهرجان ابو محروس عز الدين أمارة، فبالنسبة لنا احنا في عنا خلينا نقول التجربة، وفي عنا الكوادر اللي موجودة في السلطة المحلية من جميع الموظفين، فكل واحد عرف. يعني عملنا عدة اجتماعات، حضرنا شو لازم نحضر، عملنا برنامج شو اللي لازم يكون بالبرنامج، كل هاي الامور يعني ما كانش صعوبة علينا، لانه احنا يعني كل سنة نحتفل. اسا احنا عم نعمل مهرجان عيد الميلاد الثاني، عملنا كمان مهرجان عيد الاضحى في الماضي، وعملنا مهرجان لعيد الفطر وشهر رمضان ورأس السنة الهجرية. فاحنا في عنا يعني كل سنة في عنا كل المناسبات نحتفل فيها. هنئ اخواننا في الطوائف المسيحية بعيد ميلاد مجيد وبرأس سنة ميلادية ان شاء الله، ويكون عيد اللي فيه الناس ينبسطوا ويفرحوا. نتأمل إن شاء الله بالسنة القادمة سنة 2023 تكون سنة سلام وسنة محبة وسنة سنة اللي ينزل فيها العنف، لأنه كلنا نعاني من هاي الآفة، وإن شاء الله أن كل الناس تكون مبسوطة. أهم إشي طبعا هذا المهرجان، مهرجان الميلاد الثاني في قناة جليل في كفر كنة، هو مهرجان النجاحات. فكل يوم مفاجآت عندنا، كل يوم بيكون في عنا عدد أكثر من اليوم اللي مرة، كل يوم في عنا نجاح، وهذا الإشي طبعا بشجعنا وبيخلينا إنه إحنا نفكر دائما في المهرجانات.
هذيك السنة كان في عنا خبرة كتير إيجابية من المهرجان، وكان في عنا قبول وأصداء كتير إيجابية على المهرجان. هاي السنة عدنا الكرة كمان مرة وحبينا إنه نعاود نعمل بشكل أضخم، واليوم مهرجان كفر كنا الميلادي ويعتبر من أضخم المهرجانات الموجودة في الوسط العربي.